هو حضرتك ما بتتكلميش معايا ليه؟ بعد إذنك ممكن تركز في الطريق؟ ماشي حاضر. أنا مش هاكلك والله. عامة إحنا قربنا نوصل خلاص. مش هتقولي لي اسمك إيه؟ متجوزة بقالك قد إيه؟ إيه ده؟ أنت مش لابسة دبلة؟ يبقى مش متجوزة. صاحبة يعني. ما اقصدش حاجة والله، أنا بدردش معاكي بس. بس بصراحة حضرتك أمورة أوي يا أستاذة. بصراحة حضرتك لو مراتي والله والله هسيبك تنزلي من البيت لوحدك. مش عارف حضرتك خايفة مني ليه؟ أنا ما عملتلكيش حاجة والله. دينا وصلنا يا ستي. إن شاء الله توصلي شغلك في ميعادك.